السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوينا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابر ونحل، القناة التعليمية. المحلول السكري داخل الخلية له صلاحيات وفترة زمنية محددة لا يتجاوزها أبدا أو سيعود بالضرر على النحل، فما هذه التوقيت أو فما هذه الصلاحية التي يجب أن لا يجتازها أخونا النحال؟ محاضرة قيمة للأستاذ الفاضل الأستاذ محمد الجراح من الأردن، فكونوا معنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي أبو سفيان الغالي وحيا الله بالجميع، بارك الله فيك الصديق الطيب الخلوق المحترم الشهم. أخي أبو سفيان، يعني هنا استوجب التدخل بموضوع الاحتفاظ في المحلول السكري داخل الخلية. لو قلنا بأن الظروف الجوية تسمح بوضع المحلول السكري ودرجات الحرارة متباينة ما بين 15-18 درجة إلى 25-23-28 وهكذا، كم أستطيع أن أحتفظ في المحلول السكري بغض النظر عن تركيز هذا المحلول السكري؟ يعني هنا أستطيع الاحتفاظ بالمحلول السكري لمدة 48 ساعة، وأن تجاوز قليلا بعض الشيء يعني هناك مضار، ولكن تكون مضاره خفيفة، يعني تؤثر هي على النحل ولكن ليس بالتأثير الكبير. الآن الاحتفاظ في المحلول السكري داخل قفير النحل أو الخلية هي مرتبطة ارتباط أولا في العوامل والظروف الجوية المحيطة في هذا الخلية. هل هي المنطقة تمتاز بارتفاع درجات حرارة عالي أم متوسطة أم متدني؟ هذه أيضا يجب الانتباه إليها والأخذ بعين الاعتبار، أنه كلما ارتفعت درجات الحرارة زادت من عوامل التخمر لهذا المحلول، وعندما يتخمر المحلول هو يصبح بيئة نشطة لنمو البكتيريا ونمو الميكروبات في الخلية. الأمر الآخر، عندما يقوم النحل باستهلاك هذا المحلول فإن عملية إنضاجه الأعين السداسية تسمح للنحل بإيجاد الرطوبة المناسبة للحضن أو للخلية ككل، لكن عندما تزيد نسبة الرطوبة في الخلية ربما يؤدي إلى وجود تعفنات وإيجاد ميكروبات نحن بغنى عنها. ربما الاحتفاظ بالمحلول السكري اللي بما يزيد عن 2-3 أسبوع كمحلول، هذا بوجهة نظري البسيطة يعتبر عبارة عن مرض أوجدناه لهذه الخلية. لماذا؟ لأن النحل سيقدم على سحب هذا المحلول. الشيء الآخر، إذا بقي المحلول لمدة تزيد عن 48 ساعة فإن الخلية فيها مشكلة، إما نسبة المحلول عالية جدا كبيرة الجرعة لا يستطيع النحل سحبها في يوم أو يومين، أو أن النحل هذا أصلا مصاب، أو أن الظروف الجوية التي وضعت لهذا النحل غير مواتية وغير ملائمة لسحب هذه التغذية. فموضوع الاحتفاظ ومدة الصلاحية في للمحلول السكري داخل الخلية يعني يجب أن لا تتجاوز كحد أقصى يومان، وإن زاد نصف لا بأس في ذلك. نجد في بعض الطوائف لو قمنا بوضع لها 5 لتر لا يأتي الصباح إلا تكون قد استهلكت هذه الجرعة الكبيرة، ونأتي إلى خلية أخرى نضع لها 1 لتر من المحلول السكري، يأتي الصباح تكون قد استهلكت ربعه أو نصفه. هذا يعطينا مؤشرات ودلائل على نشاط النحل، كثافة النحلية، والظروف الجوية التي وضع فيها المحلول السكري، أيضا إلى المواد التي أضيفت إلى هذا المحلول السكري. هل هناك، هل هو تم وضع من قبل النحال نكهات، هل وضع جاذب للنحل كالأعشاب الطبية، هل النحل سليم، هل
الجرعة بتناسب حجم النحل وهكذا. أما موضوع أن نحتفظ في المحلول السكري داخل الخلية لمدة تزيد عن 3 أيام هذا خطأ قاتل، ربما يؤدي إلى إحداث تسممات في النحل، لأن المحلول السكري في النهاية سيتخمر وسيصبح متعفن وغير مناسب لمعاد النحل، مما يؤدي إلى موت هذا النحل. وإذا لم يموت هذا النحل ربما يؤدي إلى إحداث أمراض تؤثر على حياة هذا النحل. أضيف إلى ما تفضلت به أخي أبو سفيان والإخوان جميعا، لأن عملية الاحتفاظ في المحلول السكري، نحن لا نعاني من عملية الاحتفاظ، ولكن نعاني في الفترة الزمنية التي بقي هذا المحلول السكري داخل هذه الخلية. هذا يعطينا مؤشر، لأن درجات الحرارة التي وضع فيها هذا المحلول السكري متدنية جدا. إذن المبدأ خطأ. لماذا؟ لأني أقول درجة حرارة 5 أو 7 أو 6 أو 2 أو في السالب وأضع محلول سكري، إذن أنا وضعت المحلول السكري في وقت غير ملائم أصلا، يعني لا يجوز وضع المحلول السكري. وهو في الأصل، يعني في الأصل أنه يتم مراقبة درجات الحرارة، عندما تنخفض درجة الحرارة عن 15 درجة 10 درجات لا يجب وضع مع هذا المحلول، لأنه النحل لا يستطيع سحب هذه الجرعة ولا يستطيع الاستفادة منها، وستبقى داخل الخلية لمدة طويلة، ربما يبقى محافظا على صلاحيته، ولكن المدة الزمنية لها عامل كبير في عملية الاستفادة من المحلول السكري. لا نهمل نحن البكتيريا المتواجدة في معهد النحل، ولا نهمل طبيعة عيشها وما هي التغذية الأفضل لسلوكياتها. هذا يجب أخذه بعين الاعتبار، يعني لا يجب الوقوع في خطأ مثل هذا، وفي النهاية يصبح النحل معه نزيمة، يصبح معه أمراض فيروسية، أمراض بكتيرية، يعني تصبح هذه الخلية جرعة وابل من الأمراض على هذه الخلية، بدلا من أن نقوم بإسعافها نقوم بإيجاد مصدر للأمراض ومصدر للمشاكل لهذه الطوائف. فلا ينصح استخدام المحلول السكري في درجات تتدنى عن 15 درجة مئوية، والأفضل يعني استخدام المحلول السكري ما بين 15 فما فوق، حتى يبقى النحل نشط ويستطيع سحبها والاستفادة منها في بناء الشمع، في تغذية الإرقات أو الاستهلاك اليومي لهذه الطوائف.